ما هي الصورة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على تعلمها؟ الجواب سورة النور. ما هي الصورة التي تسمى سورة النساء الصغرى؟ الجواب سورة الطلاق. ما هي الصورة التي تسمى المنجية؟ الجواب سورة الملك. ما هي الصورة التي كانت سببا في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ الجواب سورة طه. ما هي الصور التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى يوم القيامة رأي العين فليقرأها؟ الجواب سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق. ما هي الصورة التي بدأت بالتسبيح وانتهت بالتسبيح؟ الجواب سورة الحشر. الجواب رضوان عليه السلام. ما اسم خازن النار؟ الجواب مالك عليه السلام. كم عدد أبواب الجنة؟ الجواب 8 أبواب. كم عدد أبواب النار؟ الجواب 7 أبواب. ما هو الأعراف؟ الجواب هو مكان بين الجنة والنار يقف فيه من استوت حسناتهم مع سيئاتهم. أين يذهب أهل الأعراف؟ هل إلى الجنة أم إلى النار؟ الجواب يدخلهم الله برحمته الجنة ولا يدخلهم النار. من هو الرجل الذي أوتي الحكمة ولم يؤت النبوة؟ الجواب ما هو أول ما يرفع من أعمال هذه الأمة؟ الجواب الصلوات الخمس. ما هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب صلاة الظهر. كم عدد الأعوام بين آدم ونوح عليهما السلام؟ الجواب 10 قرون، كلهم على الإسلام. ما هي السورة التي ذكر اسم الله في جميع آياتها؟ الجواب سورة المجادلة. ما هي الآية التي جمعت كل حروف اللغة العربية؟ الجواب آخر آية في سورة الفتح. ما هي الآيات العشر التي تحصم المسلم من فتنة المسيح الدجال؟ الجواب أول 10 آيات من سورة الكهف. سؤال للمتابعين: ما هي سورة الفرائض؟